طيب نروح لخبر تاني ولا زلنا في الشأن العربي. قبيلة الغفران تنظم وقفة احتجاجية للتنديد بجرائم النظام القطري بجنيف. نظم عدد من أبناء قبيلة الغفران القطرية وقفة احتجاجية أمام النصب الكرسي المكسور بالأمم المتحدة بجنيف، وده للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها من تجريدهم من الجنسية وتهجير قسري وتعذيب. وبتأتي هذه الوقفة لإلقاء مزيد من الضوء على المآسي اللي بيتعرض لها أبناء ونساء قبيلة الغفران من تنكيل وقمع على يد النظام القطري. في إطار تحرك أوسع يقوم به وفد من القبيلة في الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة المعقود حاليا بجنيف، كانوا في هذه الوقفة